نبدأ من عند النادي الأهلي ومن عند لاعب الفريق أحمد عبد القادر اللي كان ليه جلسة علاج طبيعي وكمان تأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق. ودكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي قال إن عبد القادر تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وده أثناء مشاركته في تدريبات الفريق. وقال كمان دكتور جاب الله إن عبد القادر خضع لفحص طبي وأشعة رنين على الركبة للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي للاعب. وعن السولية قال إن أشعة الرنين المغناطيسي اللي خضع ليها أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة. قال كمان إن اللاعب بدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي اللي المفروض متحدد ليه عشان يقدر إن هو يتعافى بشكل كبير جدا على هامش المران الجماعي للفريق بالأمس. لسه مع أخبار النادي الأهلي، وبيكثف مسؤولي النادي الأهلي مفاوضاتهم مع عدد من المهاجمين الأجانب عشان يدعموا صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتبار أن مركز رأس الحربة على رأس أولويات مارسيل كولر. بيراقب مسؤولي النادي الأهلي 3 من اللاعبين الأجانب بيلعبوا في الدوري السويسري عشان يحسموا إمكانية التعاقد مع واحد منهم وضموا ليه صفوف الفريق. أول واحد هو سيلفر جانفولا لاعب يانج بويز السويسري وزميله بالفريق إليا ميشاك وجوناثان أوكيتا لاعب زيورخ السويسري. الثلاثة دول اللي يمكن الأهلي بيتابعهم بشكل كبير جدا وبيفكر إن هو يضم منهم واحد في مركز راس الحربة. في خبر تاني خاص بالنادي الأهلي، إن أعلن أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ومدير التعاقدات تعيين الفرنسي ديمتري لوبوف مديرا فنيا لفريق الكرة النسائية لمدة 3 سنوات. وقال إن لوبوف هيحضر للقاهرة خلال أيام لاستلام المهمة والتنسيق مع شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية استعدادا للموسم الجديد. ديمتري لوبوف أول مدير فني في التاريخ لفريق سيدات كرة القدم بالنادي الأهلي اللي تم تأسيسه رسميا عشان يظهر بأول دوري ممتاز بالموسم الجديد. وقرر مسؤولو النادي الأهلي تعيين وائل السيد مدير ومشرف فني لقطاع الكرة النسائية بالأهلي ونائب المدير الفني للفريق الأول اللي هو الفرنسي طبعا ديمتري لوبوف للشؤون الفنية. طبعا خبرات كبيرة جدا في المنصب ده، كان حقق خلاله نجاحات كتيرة مع وادي دجلة على مدار سنوات كتيرة جدا في كرة القدم النسائية.